السلام عليكم. انا اخوتي كنقلب على ولدي وسيم بالايدي، كنقلب عليه من البارح، خرج مع 11 ديال الصباح، قال داخل مع الوحده، قال لي غنمشي ماما انا حدا الباب، قلت لي باش نمشي للمدرسه، قال لي انا ماما حدا الباب. مشيت جبت خو مع 12 ونص، مشيت للمدرسه كنتسناه دروك يبان ما بانش، صافي من تما بقيت حتى وصلت الوحده ونص ما بانش، عيط لي باه ولا معايا عندي اتصال معاه، حيت انا طلقت منه وفاد رمضان جلس ما بقاش لا خدامه ما والو، قلت لي عاوني عليا راه ما عنديش ما نوكل ما والو. قال لي كاين واحد البريك ومشيت خدمي، قلت لي واخا، مشيت خدمت واحد الميناج ومن جيت اختي بعد ولدي ما بانش، وبقيت كنقلب عليه وانا ما بقاش منه، غادي يصرا ليا بحال هكا معاه، غير لاحظت مؤخرا ولدي ما بقاش كيبغي يقرا ليا، كي يجي من المدرسة كيلوح الشكارة. قلت ليه وسيم، قلت ليه علاش ما كتبغيش تراجع، كنبقى يعني في الدار كندير معاه المحاولات باش يقرا، ما كينتهبش ليا ما كيتسوقش ليا، حيت انا مطلقة من بويه، يلا طلقت في 2021، الدري ما بقول لك يمشي ليا للسويقة في الميمونة اللي سكنت فيها، ولا كيعمر ليا مع الدراري الكبار، كيقول لي باغي نمشي نخرج نخدم، ماما باغي ندير فلوس، باغي ماما نعاونك، كنقول انا ما تعاونيش، انا ولدي بغاك تقرا. المعامله ديالو مزيانه، غير واحد الفتره من يعني ما كنت مع بويه وداكشي، يعني من خديت بويه الدري كي يعني بدا كيكبر، كيشوفني انا بويه ديما كنتخاصمو، بويه ديما كيجي سكران مبلي ومنين محاولة يعني العيشة ديالنا ما مستمراش، ما عايشينش مزيان، كنخرج على شحال من مرة كنهز ولادي وكنخرج، كنخرج نغضب، كيضربني بويا داكشي، كنخرج نغضب، كنخرج كنخدم عليهم، كنضرب عليهم التمارة، ولكن الدري من جيت كنشوف الدري بدا كيتهور ولا كيتسين بحال كيتعاقد كيتنيرف، وداكشي داكشي الحالة اللي كيشوف قدامه وداكشي العيشة اللي كيعيش معايا، صافي الدري تبدل ما بقاش كيف كان، الدري صافي ما بقاش كيتصنت ليا، ولا كيخرج ما كيتصنش، باغي يخرج باغي يلعب باغي يضيع في الزاق، نطالب نلقاي ولدي ان شاء الله ويعاونوني الناس، حيت انا ما عنديش شي نيفو ديال القرايه وما عنديش ديبلوم باش نخدم في شركه، كندير مجهود بزاف، كنمشي نخرج نخدم مع الناس، كنخلي ولادي بوحدهم ما كاينش يشدهم ليا، ولادي ما كنبقاش يقبلوا مني، دابا انا كايه في ميمونه ب 14000 وعاد نوضوا ما كاينش اللي يعاونني، ان شاء الله نلقي ولدي بخير على خير ويعاونوا معايا الناس يلقاو لي ولدي والناس وقفوا معايا، حيت ولدي انا خفت يضيع ليا، ما بغاش يضيع، الدري ما بقاش بغا يقرا ليا، الدري ما بقاش يعني كيتسلط لي، بغا يدير داكشي الحركات الكبار، وبغيت الناس يوقفوا معايا باش نوصل ولدي ولا مولا خو صغار عنده 8 سنين، بغيت نقريهم، مرحبا بالبركه، نجوزيكم بخير، الله يخلصكم كاملين.